بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي الطلاب، مرحبا بكم في جامعة سليمان الدولية. نستهل معكم سلسلة من محاضرات حول أنظمة التعلم عن بعد في كلية الاقتصاد والإدارة وأقسامها. أولا، نتكلم في هذا الفصل عن التعليم الإلكتروني والتعلم الافتراضي. التعليم التقليدي اعتمدت فيه عملية التدريس على الحضور الشخصي الجسدي، إلى أن ظهر الإنترنت وقلب المفاهيم وجعل هذا النموذج من التعليم من الماضي. عيوب هذه الطريقة أو الطريقة التعليمية في التعليم التقليدي: جمود المناهج وإهمال وجهات نظر المعلمين والطلاب، انحصار دور المعلم في التحفيظ والتلقين، ونفور الطلاب من التعليم بصفة عامة ومن المؤسسة التعليمية بشكل خاص، محدود المكان وهو صف أو مدرسة أو جامعة، وكذلك محدودية الزمان، زمن الحصة أو موعد المحاضرة أو السنة الدراسية، محدود في استيعاب الطلاب يقصد به تجاوز الطاقة الاستيعابية، ونقص في أعضاء هيئة التدريس. أما التعليم الإلكتروني فهو نظام تفاعلي يعتمد على التقنيات الحديثة بجميع أنواعها لإيصال المعلومة للمتعلم عن طريق شبكة الإنترنت والوسائط المتعددة من صوت وصورة ورسومات إلى آخره، وذلك بغية إيصال المعلومة للمتعلم بأقل جهد وأقصر وقت وأكبر فائدة ممكنة، حيث يتم الانتقال من بيئة تعليمية مغلقة معتمدة على البرنامج التقليدي والمعلم والكتاب كمصدر وحيد للمعلومة إلى بيئة تعلم مفتوحة ومرنة وغنية بالمعلومات المتنوعة. نأتي الآن إلى أنواع التعلم الإلكتروني. ينقسم إلى قسمين، وهو الاتصال المباشر والغير مباشر. أما الاتصال المباشر يتم فيه التخاطب بين المعلم والمتعلم عبر شبكة الإنترنت بواسطة أدوات كالصف الافتراضي أو اللقاءات السمعية والبصرية، ويمكن التواصل بين الطلاب والمعلم، ويكون التواصل بينهم مقتصراً على زمن المحاضرة باستخدام طريقتين، هما إما التخاطب الكتابي باستخدام برنامج المحادثة أو ما يعرف بالتشات ويمكن الرد من خلاله عبر الصوت مباشرة، أو التخاطب الصوتي ويتم عن طريق بالصوت والصورة مثل برنامج الفويس كونفرنسينج أو الفيديو كونفرنس. أما النوع الثاني فهو الاتصال الغير مباشر، يتم من خلاله تزويد الطلاب بكافة متطلبات الدراسة من الأقراص المدمجة ما تعرف بالCD أو عبر الإنترنت، ويتم التواصل بين الطلاب والمدرسون عبر البريد الإلكتروني الإيميل أو البريد الصوتي الفويس ميل أو مجموعات النقاش ما تعرف بالدسكشن جروب. نأتي الآن إلى ميزات التعلم الإلكتروني. من ميزات التعلم الإلكتروني: وفرت مصادر المعلومات، تحويل عملية التعليم من عملية يصبح فيها المتعلم مجرد متلقي المعلومات إلى شريك في عملية التعليم، إتاحة الفرصة لأكبر عدد من فئات المجتمع من التعلم والتدريب، يسمح بمراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين وتمكينهم من إتمام عمليات التعلم في بيئات مناسبة لهم، يمكن للمتعلم من تطوير مهارات التفكير والبحث وجمع المعلومات، يسمح كذلك لأولياء الأمور بمتابعة أبنائهم من خلال الإنترنت، يساعد الإدارات التعليمية في التغلب على مشكلة نقص المعلمين، وكذلك الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية، ويجعل من عملية التعلم أكثر متعة وأقل كلفة، ويمكن أن يتم في أي مكان وزمان. أما بالنسبة لسلبيات هذا النوع من التعليم ألا وهو التعليم الإلكتروني، أحد السلبيات ألا وهي العزلة، فمعظم وقت المتعلم عن طريق الإنترنت وهو عمل فردي. كذلك المشاكل الصحية الناجمة عن استخدام المتواصل للأجهزة الإلكترونية مثل إجهاد العين والجلوس في وضعية غير صحيحة. كذلك تأمين احتياجات التعلم الإلكتروني، الحاجة إلى وجود تجهيزات وتقنيات اتصال متقدمة وعادة ما تكون مكلفة. تطور مفهوم التعليم الإلكتروني،
يمكن تصنيف مراحل تطور التعليم الإلكتروني التي مر بها إلى المراحل التالية، وهو التعلم عن بعد (distance learning)، التعلم المعتمد على الحاسب (computer based learning)، التعلم المعتمد على الإنترنت (internet based learning)، والتعليم الإلكتروني ما يسمى بالe-learning، والجيل الثاني للتعلم e-learning 2. التعلم عن بعد (distance learning) وهي العملية التي يفصل فيها بين المعلم والمتعلم في المكان والزمان. كانت الجامعة المفتوحة في بريطانيا في نهاية الستينات من القرن التاسع عشر أول جامعة في هذا المجال تم توظيفها في نظام التعلم عن بعد. نأتي الآن إلى التعلم المختلط أو ما يسمى بالblended learning، يقصد به استخدام التقنية الحديثة في التدريس دون التخلي عن الواقع التعليمي المعتاد والحضور في غرفة الصف أو الفصل. ميزات هذا النوع من التعلم: يمكن المتعلمين من فرصة التعامل مع المعلمين والزملاء وجها لوجه، مما يعزز العلاقات الاجتماعية والإنسانية. كذلك يوفر الوقت والجهد والتكلفة، اتساع رقعة التعلم لتشمل العالم، استخدام الوسائط التقنية الأخرى بالإضافة إلى طريقة التعلم التقليدية، تحسين مستوى التعليم العلمي. أما من معوقات استخدام هذا النوع من التعليم ألا وهو التعليم المختلط، عدم توفر التكنولوجيا في جميع البيئات، عدم تقبل المتعلم لهذه الطريقة من التعليم، عدم قدرة المتعلم على التعامل مع التكنولوجيا باحتراف، تسبب مشاكل الإنترنت من بطء وانقطاع بالنفور من هذه الطريقة في عملية التعلم. التعلم الافتراضي وما يسمى بالفيرتشوال هو عبارة عن مجموعة العمليات المرتبطة بفعل وتوصيل مختلف أنواع المعرفة والعلوم إلى الدارسين في مختلف أنحاء العالم باستخدام تقنية المعلومات. نأتي الآن إلى الجامعة الافتراضية وما يسمى بالفيرتشوال يونيفرسيتي، هي مؤسسة أكاديمية تهدف إلى تأمين أعلى مستويات التعليم العالي للطلاب في أماكن إقامتهم بواسطة شبكة الإنترنت، وذلك من خلال إنشاء بيئة تعليمية إلكترونية متكاملة تعتمد على شبكة متطورة. الآن لو عملنا مقارنة بين أنواع التعليم التقليدي والإلكتروني والمختلط والتعليم الافتراضي، لو جئنا من وجه المقارنة نأتي إلى المكان والزمان والأدوات وأسلوب التعلم. أما في المكان فالتعليم التقليدي التعليم التقليدي يحتاج إلى فصل أو قاعة، أما التعليم الإلكتروني والافتراضي يمكن أن يكون في أي مكان، والتعليم المختلط التواجد في القاعة ولكن ليس في كل الأوقات. أما بالنسبة للزمان فالتعليم التقليدي يكون مقيد بموعد المحاضرة، التعليم الإلكتروني يكون غير مقيد، التعليم المختلط مقيد بعدد دروس معينة، أما التعليم الافتراضي مقيد بموعد الدرس الافتراضي. أما الأدوات والأسلوب وأسلوب التعلم من ناحية وجه المقارنة، التعليم التقليدي هو عبارة عن إلقاء وتلقين، التعليم الإلكتروني استخدام جميع وسائل التقنية الحديثة، التعليم المختلط يكون التلقين والتعلم الذاتي ويكون استخدام التعلم الإلكتروني، أما التعليم الافتراضي النقاش والتعلم الذاتي باستخدام أدوات التعليم الإلكتروني. أخيراً نأتي إلى خصائص المتعلمين الناجحين. من الخصائص لبعض المتعلمين الذين حققوا النجاح عند اتباعهم لأحد أنواع هذه التعليم المذكورة سالفا، وهي الانضباط أو ما يسمى بالسلف ديسيبليني. كذلك يجب أن يكون لدى المتعلم بيشن أو يكون لديه الصبر. كذلك يجب أن يكون عنده دافع ذاتي للتعلم أو ما يسمى بالسلف موتيفيشن. كذلك يجب عليه من طرح الأسئلة لتثبيت المعلومة asking questions. كذلك يجب لديه إدارة للوقت أو ما يسمى بالtime management، القدرة على العمل بشكل مستقل ability to work independently، المشاركة في الصف active participation in the class، امتلاك مهارات التواصل communication skills،
القدرة على إنجاز المهام المتعددة ability to multitask. أخيرا وليس آخرا، ها أنا محمد طنيش ألتقي من جامعة سليمان الدولية، ألتقي معكم مرة أخرى في درس آخر من دروس التعلم الإلكتروني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.